ما تيجوا نلون سمكة أبو سيف. طبعا انتوا عارفين في ابتدائي كنا أخدنا اللي فيه سمكة اسمها سمكة أبو سيف. السمكة دي بيكون في وشها كده من قدام حاجة عاملة زي المنشار، حاجة عاملة زي السيف، خطيرة طبعا، فسبحان الخالق. فطبعا اللي احنا نلونها بألوان فابريكاس المائية، وكمان ممكن اللي احنا نضيف الألوان في الماستر زي ما احنا اتعودنا. اتمنى الرسمة تكون سهلة، وراجعوا الرسمة من البداية أبيض.